السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مجددا في قناتكم قناة سيلاميد ومدونة سيلاميد.نت. إن شاء الله غادي نتابعوا لي توتو ديالنا لونغاج سي. فهاد الحلقة هذه إن شاء الله اللي درتها يعني بعجالة، غادي نجاوب على أحد تعليق مدونة سيلاميد. يعني هناك شخص يعني وضع في واحد التعليق تيتو 14 لونغاج سي، يعني كي بيرمي كومبتي اون نومبر دو كاركتر، يعني اون فراز. يعني غادي نشوفو النومبر ديال، يعني غادي نوضعو واحد ان شين دو كاركتر يعطينا لو ريزولتا ديال النومبر ديال كاركتر. يعني كنا شفنا بحال هاد المثال هذا ولكن مختلف عليه، كنا شفنا لي كومبتي لي نومبر دو لين. فهاد هذا هو سؤال جد مهم، ماشي مشكل، غادي نخدموه. نبداو على بركة الله. أول شيء يعني غادي نديكلاري واحد شيء، يعني شار فغاز، فغاز نسميها أن فغاز، يعني فتحو أن إيكال سلاش زيرو، يعني أنها فيد. ام زيرو. دابا اننا ديكلارينا واحد ان فراز، غادي نحسبو لارجور، يعني الطول ديال ديك الكلمه، لونغور لونغور ميوا ان لونغور، نختصرو لونغور ايغالا زيرو. يعني خصنا نوضعو لو تيب ديالو انت يعني تا لونغ، انه تيب. غادي نغير السمية ديال لونغ، نزيدلو ار لونغ بخومييي فوا. غادي نطلب من لوتيليزاتور يدخل واحد ان فغاز، يعني ام ان فغاز، يعني ان مو. مثلا تف فيي سيزي فوتر شين دو كاركتير سلاش ان، باش يرجع لي ستار. ان بوان فيركول. ربما تسمعوني شي مزيان، شوية يعني شوية تعب، مريض شوية. سكانف سكانف سلاش اس، يعني سلاش اس، يعني غادي ندخل واحد ان شين دو كاركتر، يعني باش غادي نعمر اون فراز. غادي نعمر هاد الفراز ديالي فراز فراز هكذا. جيد. ان يعني طلعت من لوتيزاتور، غادي يدخل واحد ان شين دو كاركتر. واد لونغور ايغال، غادي هنا نستعملو لا فونكسيون، يعني باش نحسبو لي كاركتير ديال الفراز غادي نستعملو ضروري ان فونكسيون نسميوها لونغ 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 فراز. لونغ فراز هي اللي غادي نسميوها. غادي شنو نعطيوها لا بارامتر اللي غادي تحسب لنا لي كاركتير ديال الفراز. فراز هكذا بوان فيرغول بوان فيرغول. في الاخير يعني غادي نطلبوا من لوتيليز يعني تافيشي لنا لا ريزولتا ديال لي نومبر دو كاركتر. برانتف سلاش ان فراز بورسون اس، يعني ندخل فراز في بورسون دي، يعني النومبر ديال لونغور كاركتر دو لونغ بوان فيركول. هكذا مزيان، يعني وضعنا ديكلارينا واحد الفراز، عطينا لو نومبر يعني باش يحسب لي يكونتي لي نومبر دو فراز، طلبنا من لوتيليزاتور يدخل واحد شنو كاركتر.
لونغ عطيناه ان فونكسيون باش يحسب لنا لونغ. دابا وصلنا للمرحله الثانيه، اننا غادي نديكلاري واحد ان فونكسيون. الان غادي نبداو في لا فونكسيون. هي لا فونكسيون كنخرجوا من المين، يعني كنكرييو ان فونكسيون، يعني هي بيد راهو ان فونكسيون، انتمان راها ان فونكسيون، يعني غادي نكرييو واحد ان فونكسيون اللي سميناها انت، سميناها لونغ فراز. لونغ فراز كم قال نعطيوها لي بارامتر كونست، يعني واحد ان، يعني كنقولو ثابته شار اون فراز، يعني اللي توضع فيها ان فراز، يعني بحال شين دو كاركتر، يعني ان فراز غادي نوضي فيها. عفوا، اول شيء غادي نديكلاري واحد ان انت نومبر دو كاركتر، يعني انت نومبر كاركتر بس، يعني نوم كاركتر نعطيها ان زيرو، يعني في الاول ما عندها والو، ان زيرو. بعد ذلك شار اي غادي نحتاجو كذلك، شار اي فيرغول نحتاجوها، يعني ما غاديش نعمل واحد الامبوغل، غادي نستعمل دو وايل. شار كاركتر actuel نعطيها ايكالا زيرو، يعني باش ندخلو في البوكل غادي نبدا به هو الاول. بعد ذلك انا ان كاركتر اكتويال ما ايكالش زيرو، يعني غادي نوضع فيها واحد ان فراز، يعني فراز ديالي، فراز هاد فراز اللي وضعتها، يعني الفراز اللي وضعتها في البارامتر ديال الفونكسيون، غادي نوضع في وسط منو نومبر دو كاركتر، يعني هاد النومبر هادي اللي غادي يحسب لي النومبر ديالو، نومبر كاركتر بوان فيرغول، يعني نومبر لا هادشي غادي نوضعو انا في وسط البوكل، عفوا يعني هادي غادي نوضعها في وسط البوكل، عفوا نوم كدا شار نوم كاركتر اكتويال ايكالا زيرو، يعني مازال فيد دو وايل، غادي نستعملو دو وايل دو وايل دو وايل مزيان. دابا مزيان، عاد غادي نوضعو عاد اكتويال، يعني كاركتر اكتويال، يعني غادي يساوي ان فراز اللي غادي نوضعو هنا، و النومبر دو اك نومبر دو كاركتر، بعد ذلك النومبر كاركتر نومبر دو كاركتر بلس بلس، يعني غادي يتزاد وايل مادام، يعني حتى الاخر اخر كاركتر عندنا في لاف فراز كاركتر اكتويال كاركتر اكتويال ديفيرون سلاش زيرو، هكذا مزيان سلاش زيرو. بعد ذلك عندنا نومبر دو كاركتر، نومبر كاركتر بلس بلس، يعني غادي تزاد غادي تزاد. بعد ذلك غادي روتورني روتور بعدا بلا باش تبان لكم روتورني شنو غادي روتورني،
نبغ دو كاركتر نبغ كاركتر نبغ دو كاركتر نو بالعكس انه غادي مو علاش مو يعني بعد ما يدخل الى ما وصلش يعني يوصل حتى اخر كلمه باش يموديفيو في لو نومبر نومبر اكتويل نومبر كاركتر نومبر كاركتر بوان فيرغول هادي هي لا ميثود هادي نحتفلو الباي اوكي هنا نومبر دو كاركتر يعني بلوس بلوس لو نومبر واحد الخطا يعني نومبر دو كاركتر عندي فيها واحد الخطا يعني ما كتبتهاش كيف ما ديكلاريتها غادي نغيرها هنا نكونوا حريصين على الاخطاء هذه نومبر دو كاركتر نومبر دو كاركتر كذلك عندنا نومبر دو كاركتر كاركتر اكتويل هي انشوف هو الان كذلك نومبر دو كاركتر حتى هي هادي خصني نبدلها يعني كتبتها واحد الخطا خصني نديكلاري لو تيب ديال لو فونكسيون اللي غادي نستعملها يعني بحال اللي غادي نستعملها يعني غادي ترجع جلوبال يعني اي فونكسيون يمكن لي نستعملها واخا فونكسيون اوتر فونكسيون غادي نستعملها يعني كيما كتشوف لونغ فراز لا لونغ فراز يعني غادي نستعمل لو فونكسيون خصني نرجعها جلوبال ديكلاري فيها يعني في لابا في لونغور لون تيت بوان فيرغول اوكي هاهي انا ديجا ديكلاريها ديكلاريها كونترول اس اكزيكوتي الان نلاحظ يعني نكتبو سي لا ميت سي لا ميت لاحظوا معايا نحسبو 1 2 3 4 5 6 7 يعني 7 كاركتر لا فراس سي لا ميت في 7 كاركتر دو لونغ يعني كاين 7 ديال لي كاركتر هكذا يعني ندير واحد المراجعة خفيفة يعني في الأول كنت ديكلاري يعني في المين ديالنا كنت ديكلاري واحد ان فراز يعني دو كولات سلا زيرو يعني مازال فيد يعني ما فيها والو انت لونغور كنعطيو يعني باش نحسبو واحد لونغور زيرو برانسيف كنت نطلبو من ليتيليزاتور ندخل واحد انشين دو كاركتر سلاش ان هنا سكاف بورسون ما تنساوش بورسون اس يعني بورسون اس يعني لا فراز بورسون اف ولونغور كنوضعو النوم ديال فونكسيون وكنوضعو في وسط منها يعني لا فراز يعني غادي تحسب لي يعني تكومبتي لي كاركتر دان فراز هنا لا ريزولتا فراز يعني سلاش سي اس يعني لا فراز في يعني كتعطينا النومبر ديال كاركتر هو لونغور اللي غادي يحسبنا اون فونكسيون سامبل يعني ايس لو نوم ديال فونكسيون واحد كونست شار فراز يعني الفراز اللي عندي انت نومبر دو كاركتر ايكال ا زيرو نومبر اكتويال زيرو دو واي كنستعملو كاركتر اكتويال فراز فراز يعني نومبر كاركتر نومبر كاركتر يعني كيت اكرومونتا يعني كيحسب لي لي نومبر دو واي حتى اخر ليليمون اللي عندي نومبر كاركتر موان موان كنرتورني لو نومبر دو كاركتر هنا كنكون وصلنا الى نهايه الحلقه نتمنى الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم ولا كان شي تساؤل او شيء غير مفهوم يمكن لكم توضعوه في التعليق ولا تنسوا الاشتراك بالقناه ولا كان شي يعني حنا هذه القناه ماشي القناه ديالي القناه ديالكم نتوما يعني تعاونوا من خلالها كنتعلموا كنستافدوا منكم يعني اي واحد يمكن له يساعد الاخر في لي كومونتير والمهم انا غادي نوضع لكم هاد يعني هاد الكود هذا في اسفل الفيديو واحد في الكومونتير نتمنى الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم وما تنساوش تشاركوا هاد الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتضغطوا على زر لايك شكرا دمتم برعايه الله كان معكم في الاعداد والتقديم محمد اسيله مدون مغربي